مرحبا بكم في قناة شيوات أم إسلام. اليوم إن شاء الله عندي لكم فيديو جديد. غادي نحضر لكم لي مادلين اللي كيحماقوا عليهم الوليدات الصغار وحتى الكبار، كيجيو غزالين بزاف بزاف وبمكونات جد بسيطة. خليكم معايا ونشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير، عندي جوج البيضات يكونوا بحرارة المطبخ، يعني نكون خرجتهم من قبل من الثلاجة. عندي نصف كأس من الحليب، وعندي كأس لاروب سنيدة، كأس لاروب زيت، عندي رشة ملح وجوج أكياس من الفاني. بالنسبة للفاني، نقدر ندير النكهة ديال الفاني أو لا اللي متوفر في البيت، أي نكهة كتعجبك. جوج أكياس من خميرة الحلويات، وعندي ايضا انا ضفت كأس ديال ياغورت طبيعي، تقدروا ديروا الفاني ولا اللي متوفر ولا تستغنوا عليه كاع. بالنسبة للدقيق، عندي جوج الكيسان ونصف. وهنا التزيين، خديت انا يا بيبيت دو شوكولا، الحبيبات الصغار ديال الشوكولا، باش نزين المادلين ديالي. خليكم معايا وندوزوا للتحضير. المهم البنات، كنعتذر على عند بالي بلي الكاميرا خدامه وتخطفات لي، ما تقبضش الفيديو. المهم ضفت البيض وسنيده وقبسه الملح وخلطتهم مزيان، وعاد ضفت الزيت غير خويط شوي بشوي، الحليب ودانون وكذلك الفاني، وطربت مزيان. دابا غادي نضيف واحد الاناء وغادي نخلط الدقيق شوي بشوي. دابا غادي نضيف الدقيق غير بشويه بشويه ونخلط. بسم الله. صافي، بعد ما ضفت الدقيق جوج الكيسان ونصف وخلطتهم مزيان، غادي نضيف جوج الاكياس من الخميره الحلويات، وغادي نضيف عليها معلقه كبيره من الخل ما عامراش، نسيت ما حطيتهاش لكم في المقادير. صافي، وغنخلط مزيان. صافي، كناخد هاد الاكياس ديال لي مادلين وكنبدا نفرغ بشوي بشوي، وناخد واحد المغرفه صغيره ولا معلقه على هذا الشكل، ما كنعمروهمش بزاف، كنخليو ليهم فين كينتفخوا. صافي على هذا الشكل، وكان ما كنعمرهمش كيف ما شفتوا، كنعمرهمش بزاف. صافي، وغادي نضيف بيبيت دو شوكولا وحبيبات ديال الشوكولاد على هاد الشكل. صافي على هذا الشكل، وكندخلهم للفرن. هذا هو الشكل النهائي ديال لي مادلين، كيجيو رائعين وخفاف بزاف بزاف، وكينفعوا في الخراجات والكوتي ديال الوليدات في المدرسه. نشوفوهم من الداخل، هانتوما من كيجيو هشاش اسفنجيين. شوفوا من الداخل كيجيو غزالين البنات، اسفنجيين وخفاف بزاف. ايضا المقادير ديالهم اللي جد بسيطه ومتوفره
متوفرة في كل بيت. كنتمنى تجربوهم أكيد وينالوا الإعجاب ديالكم، وتشاركوا الوصفة مع الأصدقاء والعائلة، وتشجعوني بالتعليقات واللايكات، وتشاركوا في القناة باش توصلوا بالجديد الوصفات. أم إسلام، مع السلامة.